يونس مدير عام العلاقات العامة والمكتب الصحفي في وزارة الإعلام. يسعد صباحك نداء. يسعد صباحي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك في صباحنا. يعني قوات الاحتلال هي في تصعيد لانتهاكاتها للصوت الفلسطيني، محاولة لإسكات الصورة أيضا الفلسطينية والحقيقة من خلال التوجه لانتهاك الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، والتصاعد في عمليات الانتهاكات لهذا عام 2017 مقارنة بالعام 2016، والحديث حتى عن شهر كانون الأول لحاله، هو يعني تصاعد كامل بالأخص من بعد إعلان ترامب المشؤوم. صحيح، يعني في شهر 12 كانت نسبة الانتهاكات هي الأعلى والتي سجلت خلال العام الماضي بواقع 152 انتهاك ضد الصحفيين والصحفيات، طبعا المؤسسات الإعلامية والإعلاميين العاملين في فلسطين. شهدت القدس أعلى نسبة يعني انتهاكات بواقع 57 انتهاك مسجل لدينا، وربما يعني تكون النسبة أكثر، ولكن نحاول دائما المواكبة والاطلاع والتواصل مع الصحفيين لتسجيل 57 انتهاك لكل العام ولا فقط؟ لا، فقط شهر 12 نتحدث حتى الآن عن شهر 12، إذا نتحدث عن 152 انتهاك، 57 انتهاك منها في القدس وحدها، إذا هي تحتل النسبة الأكبر بواقع أكثر من ثلث عدد الانتهاكات في القدس وحدها. تتوزع النسبة على بقية المحافظات بشكل متفاوت، ولكن نجد أن أكثر نسب الانتهاكات في أماكن التماس في رام الله والخليل وفي الأغوار الشمالية. نفس النتائج تحديدا نجدها على معدل العام كله، وفي التقرير السنوي الذي قمنا بإصداره في وزارة الإعلام نجد بأن انتهاكات الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي للحريات الإعلامية بلغت 621 انتهاك. هذه النسبة خطيرة جدا، عالية جدا، لأول مرة منذ سنوات نرصد مثل هذا العدد من الانتهاكات، حيث أنه في العام يعني 2016 كانت نسبة الانتهاكات 199 انتهاك مسجل لدينا، وانتهاكات ضد عدد كبير من الطواقم الصحفية التي لم نقم بإحصائها العدد، وإنما قمنا بإحصائها كمجموعة لأن الانتهاك واحد. نعم، يعني السنة هاي 621. إذا نتحدث عن نسبة هائلة جدا، نتحدث عن ارتفاع من 24% ل 74% في واقع ونسبة الانتهاكات. خلينا نتحدث عن الاستهداف المباشر للصحفيين لمنعهم من تغطية الأحداث وعن طبيعة هذه الانتهاكات. يعني احنا بنحكي للصحفيين والصحفيات، بنحكي كمان لوسائل الإعلام وخاصة المكاتب وشركات الإنتاج الإعلامية أيضا واللي تم إغلاق مكاتبهم. صحيح، يعني مكاتب الخدمات البث الفضائي تم استهدافها قبل قرار ترامب، وكانت هناك حملة شرسة ضد مكاتب عدد كبير من الفضائيات في مختلف المحافظات الفلسطينية، وتم إغلاقها بقرار عسكري لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى يعني حرمان العاملين رواتبهم وحرمان أصحاب هذه الشركات من موارد دخلهم، وبالتالي ليس فقط الصوت الفلسطيني، لأن الصوت الفلسطيني لم يكتم، هناك ترحيل لهذه الفضائيات إلى مكاتب، هناك عمل من خلال الموبايل ومن خلال وسائل التواصل الحديثة. نحن نتحدث عن صحافة، نتحدث عن صحافة مختلفة، ولكن الآن إذا أردت الحديث عن عام 2017 ودلالة، وجدنا بأن أكبر نسبة انتهاكات ضد الصحفيين حدثت بعد قرار ترامب، مما يعني أن فهم لدى حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ترامب لا يخص القدس وحدها، وإعطاء الضوء الأخضر للانتهاك المباشر للأرض الفلسطينية والإنسان الفلسطيني أيضا الصحفي الذي من المفترض أن لا يكون طرفا في هذا النزاع، لأنه إذا أردنا الحديث عن هو عمل مهني في إطار مهنية شاملة، وعمل محايد محمي كبيرة من المنظومات القانونية المحلية والدولية التي يعني الاحتلال الإسرائيلي على اعتراف بها، أو تظن بأن القرارات المنفردة والأحادية التي يقف ضد هي مجرد ضوء أخضر، أو هي مسألة ضوء أخضر يعطى لها. وهون بس بدي أحكي شغلة واحدة، إنه الصحفي الواحد كمان هو بتعرض لأكثر من انتهاك، يعني في فترات زمنية يعني هناك صحفيون تعرضوا لتكسير موبايلاتهم، لعمليات اختناق جديد ونقل إلى المستشفيات، لعمليات احتجاز. وإذا جينا نطلع كمان على طبيعة الانتهاكات، يعني إحنا طبيعة الانتهاكات فنجد بأنه عملية الاعتداء الجسدي المباشر القدس كانت هي الأعلى تسجيلا لطبيعة الانتهاكات ضد الصحفيين. انتهاك من ضمن 621 انتهاك هي اعتداء جسدي مباشر، يعني الجندي الإسرائيلي يعتدي بشكل مباشر أو بالخيل على الصحفي. هذه لم تحصل مكان، يعني لم نسجلها ضمن الخروقات السابقة بشكل جوهري وبشكل رئيسي. السنة هذه بواقع 94%، وهي نسبة عالية جدا بالنسبة لبقية الانتهاكات، يليها الاعتقال والاحتجاز
المحكمة أو بقرار خلينا كمان نحكي عن الاعتداء على الصحفيين في محاكم وسجون الاحتلال. صحيح لأنه في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقبع 28 صحفي أسير. تهمة يمكن كمان. كيف؟ بعضهم من غير تهمة يمكن. بعضهم من غير تهمة نعم لأنه في اعتقال إداري هو قانون يعني الاعتقال الإداري أو قانون تمير اللي أقرته الكنيسة الإسرائيلية عام 1982 واللي بيقول إنه بإمكانه يحاكمه بإمكانه يرموا أي حدا بالسجن بدون محاكم بدون استماع لشهادته أي شهادة أو أي تهمة تلصق له يتم الاعتراف بها ودون الأخذ بإنكاره أو أقواله أو دون استدعاء محامي ويتم التجديد له بناء على قانون الانتداب البريطاني الموروث بموجب الاعتقال الإداري لسنوات طويلة دون أن يتم الإفراج عنه وحتى توكيل محامي له أو الدفاع عنه. نعم اتهمنا سابقا بعدم توثيق كل هذه الحالات من أرقام من اعتداءات ولكن الآن وعلى مدار 4 سنوات متتالية نقوم بتوثيقها بالتفصيل يعني الاعتداء المكان الزمان الصحفي نوع الاعتداء بالذات يعني والحاضر يعني هذا الحكي في البيان الرسمي يعني التخاطب الدولي المطلوب والمطلوب هلأ من بعد ما يعني التوثيق هلأ بإيدينا وواضح في كل التفاصيل ماذا نفعل دوليا؟ نعم يعني دوليا نحن نسعى وبشكل مباشر أولا هذا التقرير يوزع بأكثر من لغة وتوزع الانفوغرافات والتشارتات التي ترونها على الشاشة بأكثر من لغة حول العالم تزود بها سفاراتنا جامعة الدول العربية وأيضا الاتحاد الدولي للصحفيين من خلال نقابة الصحفيين الفلسطينية ويتم التواصل على أعلى مستوى. عندما قمنا قبل سنوات صحيح بالتواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان قال بأنه نعم نحن نراقب نرى ولكن لا يوجد لدينا أي تقارير موثقة حول الاعتداءات ضد الصحفيين. نقوم في وزارة الإعلام بجمع هذه الإحصائيات والأرقام وتوثيقها أيضا الفيديوهات والصور التي توثق بعمليات الاعتداء ونقوم بإرسالها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كل ما حاولنا أن ننجز شيء على الصعيد الدولي نجد أن هناك يعني شيء يخرب هذه المنظومة القانونية التي نسعى لاستثمارها والمنظومة الدولية التي نسعى لاستغلالها من أجل يعني حماية الصحفي الفلسطيني. قرار ترامب الأخير كما قلت وضع ضوء أخضر لتصاعد عمليات الانتهاكات ضد الصحفيين. أيضا يعني نجد بأنه يعني ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية على الأرض من ضرب بعرض الحائط لكافة القوانين لصالح التوسيع الاستيطان ولصالح يعني فرض الحلول السياسية من جانب واحد هو عبارة عن نكسة حقيقية لكل الجهود التي نقوم بها لحماية الإعلام الفلسطيني وعلى الأقل ضمان حيادية الإعلام الفلسطيني في هذا النزاع رغم أن الإعلام الإسرائيلي غير محايد ونحن شهدنا في الفترة الماضية التحريض الإعلامي من إعلاميين إسرائيليين على أطفالنا نعم وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيليين اللي يستخدموا كلمة كدور كدور معناها رصاصة بالعبري بيقول لك المصطلحات اللي بيتم استخدامها اعطوهم كدور في الرأس هدول يعني استهداف مباشر المستعربون وفئات من المجتمع الإسرائيلي فئات واسعة جدا المجتمع الإسرائيلي يتناقشون على الفيسبوك عادي علني ويقولون ضعوا كدور ضعوا الرصاصة في رأس صحفي هؤلاء السلاح ويستخدمون ألفاظ يعني ويستخدمون مصطلحات تحريضية مخيفة جدا. صحيح الصحفي الإسرائيلي أيضا لم يعد وهو أيضا منذ زمن لم يعد جزء محيدا عن الصراع هو شريك في التحريض. الصحفي الفلسطيني حتى الآن لم يثبت نهائيا أنه شريك لا في تحريض ولا في شيء يعمل بمهنية ويعمل بحيادية ورغم ذلك هو مستهدف. في ما بعد إعلان ترامب استطاع الصحفي الفلسطيني واستطاع الصحفي العامل في الأرض الفلسطينية أن ينقل الصورة الفلسطينية والحدث الفلسطيني إلى العالم كله. صحيح. بمعنى أن فلسطين فلسطين والتضامن الدولي مع فلسطين وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقوف الدول معنا في مسعانا القانوني وحراكنا الدبلوماسي لأجل تأييد الحق الفلسطيني وحقوقنا المختلفة من ضمنها السيطرة على مواردنا الطبيعية لم يعجب دولة الاحتلال فأرادت أن تكتم الصوت الفلسطيني وهذا واضح من شغلتين. شغل يعني نسبة تسجيلنا نسبة عالية جدا من الاعتداء الجسدي يعني كأنه تفريغ لشحنات غضب الصحفي يعني لا يعني لا بالصوره ايضا عبر نحتاج الى خبراء سيكولوجيين لتحليل سيكولوجي الاسرائيلي وقرارات والقرارات الاعتباطيه التي تتخذها الحكومه الاسرائيليه ضد الفلسطينيين وينفذها جيشها. نحن نتحدث عن عمليه غل عمليه حقد تكريخها في الصحفي في الشارع وفي اماكن تواجده وفي اماكن تغطيته رغم انه بعيد وعمليات وقد يتم تفريغها ايضا عن موقع التواصل الاجتماعي. الصحفي الاسرائيلي حرض على احد التميمي وحرض على يعني اخفى حقائق صحيح وليس فقط يعني الاعلام الاسرائيلي انما ايضا الناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي وصفهم للصور. نتحدث يعني عن كل هذه الاعتداءات وعن كل هذه الانتهاكات محليا حمايه للصحفيين المتواجدين في الميدان. في الحقيقه يعني انا اقول لك لو كنت
يعني
كم صحفي، ولكن كم نسبة انتهاكات اضربي باثنين او ثلاثة اذا حتى نوصل ل 621 اكيد خلال فترة زمنية مختلفة اكيد تعرض الصحفي لاكثر من انتهاك. وهون تقريبا 50 مؤسسة تم اغلاقها، تم مصادرة معداتها، تم تخريبها، تم اغلاقها بالشمال الاحمر ايقاف البث طبعا وبابواب معدنية وبجسور معدنية وتم لحم الابواب. يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي لا يعني لا يفتقد المعدات ولا الطواقم المساندة التي تقوم بتفجير المنازل ولحم أبواب المؤسسات الإعلامية ووضع أوامر عسكرية للتهديد. ونحن لن ننسى أبدا بأنه لا علاقة لما يقوم به الصحفي الفلسطيني من نقل الأحداث بسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الصحفيين. بدي أدلل على إيش. فضائية الفلسطيني اليوم قاموا بإغلاق مكتبها برام الله قبل هبة في خلال هبة الأقصى بعد 6 أشهر من هبة الأقصى، وكان الادعاء الإسرائيلي المروج له من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلي وبعض الوسائل الإعلامية المحابية والمنحازة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأن فلسطين اليوم تمارس التحريض. عندما ذهبنا إلى مكتب تلفزيون فلسطين وقمت بتصوير الأمر العسكري على الباب، فوجئت، وهذه النقطة لم يذكرها أحد للأسف، بأنه تاريخ القرار العسكري الإسرائيلي يعود إلى شهر 8 قبل الهبة هبة الأقصى، بمعنى أن القرار موقع ومبين وموجود في الأدراج قبل التهمة، قبل ما تحدث الهبة أصلا. هذا الأمر للأسف لم يقم أحد بإثارته ولم يقم أحد بالتركيز عليه رغم أهميته البالغة جدا في كشف أن ما يتعرض له الإعلام الفلسطيني وحتى الإعلام العربي العام الفلسطيني والإعلام الأجنبي أيضا من انتهاكات ومنع من التغطية ومنع من السفر وعدم تجديد رخص العمل للصحفيين الأجانب في دولة الاحتلال وعدم منحهم بطاقة الصحافة أو يعني إجراءات بيروقراطية مخيفة جدا حتى يتم التجديد وبمساومات معينة في المطار بيتم تغليب يعني بهدلتهم. أنا أسمع لشهادات صحفيين أجانب ربما نوثقها يوما ما، يعني نصدر شيء نوثق هذه الشهادات، هي شهادات مرعبة عن عمليات المضايقة في المطارات، تفتيش المعدات. الصحفية فرنسية صديقتي بتيجي من، هي متضامنة معنا، بتيجي من مطار شارل دي غول مطار الليد أو ما يسمى حاليا بن غوريون، احنا نصرع مسميات فلسطينية والمصطلح هذه معركتنا الآن المصطلح مطار الليد، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقوم عناصر المساعدة الموجودة في المطار ولا موجودة في كل مطارات العالم بعد تفتيشها طبعا في شارل دي غول، تقوم باحتجازها بغرفة مغلقة بالمطار ومنعها من الدخول وحجزها حتى قيام أول طائرة عائدة إلى باريس، ثم تقوم بحملها هي ومعداتها إلى الطائرة ويلا ارجع. هذه شهادة، هذه يعني انتهاك لحقك في في, في, في السفر، في التنقل، في التغطية، في التضامن، قمع للرأي، قمع لحرية التعبير. صحيح، يعني الانتهاكات والاعتداءات مستمرة. بدنا نشكرك طبعا نداء يونس مدير عام العلاقات العامة والمكتب الصحفي وزارة الإعلام، طبعا من ثم جهودكم في توثيق كل هذه الانتهاكات لعام 2017 واللي هي كانت في تصاعد مقارنة بالأعوام الماضية. وشكرا لكم لتلفزيون فلسطين، سلامة طواقمكم طواقمنا العاملين في الميدان إن شاء الله. وكمان لكل اللي بيعملوا في القطاع الخاص وفي الإعلام العربي والأجنبي، سلامتكم بتهمنا. إحنا بنتمنى السنة القادمة يكون عدد الانتهاكات صفر عن جد، لأنه الصحفي الفلسطيني هو يعني إذا كان يتم استخدام كلمة سلاح بالتحريض الإسرائيلي بطريقة سلبية، نحن نستخدمها بطريقة إيجابية وسلاحنا لنقل صورتنا إلى العالم في وقت لا نملك فيه لا حدود ولا يعني سيطرة فعلية على مواردنا الطبيعية خلافا للاتفاقيات التي تم إقرارها من قبل. نعم أكيد نرسل لهم تحياتهم، نتمنى لهم السلامة دائما وهم في الميدان، زملائنا في الميدان. كل الشكر لك مرة أخرى. ونحن مشاهدينا بنواصل برنامجنا ومشوارنا من فلسطين هذا الصباح، فقرة طبية خاصة نتحدث بها من بعد هذا الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا.